بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. ولا شك عندما نستمع الآيات التي تتكلم عن الأنصار فلا بد أن تشعر بهذه المحبة اتجاه الأصحاب أو الصحابة بصفة عامة، وكذلك الأنصار. والآيات اللي احنا استمعنا إليها في الكلام عن الصحابة طبعا بتبين أن المهاجرين أفضل من الأنصار، أن المهاجرين أفضل من الأنصار في المنزلة، ولكن انظر إلى قبول الأنصار لذلك الأمر وهذه الأفضلية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني لا يجدون لهذه الأفضلية شيء في الصدر، وبالتالي ده مدح وثناء من الله تبارك وتعالى على الأنصار، مدح وثناء من الله تبارك وتعالى على الأنصار. يعلمون أن إخوانهم من المهاجرين أفضل منهم، بداء الأفضلية للمهاجرين. فكده دائما نحب نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى الكلام بيبدأ عن المهاجرين ثم الأنصار: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى دائما كده أدي المهاجرين نقول أولا في المنزلة، وطبعا الأنصار، وده بيبين أيضا تفاضل أهل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الأنصار يعني ليس في قلوبهم أي نوع من أنواع الغل أو الحقد أو الحسد على إخوانهم، بل هم ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنهم يعني مطهرون من ذلك الداء. والذين تبوأوا الدار والإيمان وقبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. استكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الصلاة على الطفل، قال باب في الصلاة على الطفل، وكان الباب السابق لذلك هو باب الصلاة على من قتلته الحدود، باب الصلاة على من قتلته الحدود. في الباب السابق هو باب الصلاة على من قتلته الحدود ذكرنا طبعا الكلام عن ماعز ابن مالك رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولم ينهى عن الصلاة عليه، ولم ينهى عن الصلاة عليه. وكلامنا أيضا ذكرنا أن ابن حجر رحمه الله ذكر أن طريق الجمع بين الحديث أن رواية النفي تحمل على أنه لم يصلي عليه حين رجم، ورواية إثبات على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني، اليوم الثاني. من الآن في روايات قال فصلى عليه، فصلى عليه. يبقى هذه طريقة الجمع كان بين النفي ورواية النفي ورواية إثبات. وذكرنا أيضا في كلام الشارح لما ذكر رواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، وكانت رواية عن عمران بن حسين، الكلام ده في الشرح، فذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه في حديث الجهنية. يبقى هذه امرأة أيضا كانت قد زنت وكانت أيضا محصنة، وفيه فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، فشكت عليها ثيابها أي شدت عليها ثيابها فرجمت ثم صلى عليها، ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل
قال وجدت توبة أفضل من أن جادت. إحنا قلنا وهل وجدت توبة، لكن هي الصح كده وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله. يبقى ده كلام موجه من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له عمر رضي الله عنه تصلي علي يا نبي الله وقد زنت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت هذه التوبة النصوح، فقال لو قسمت على 70 أهل مدينة وسعتهم. ثم بيوجه الكلام إلى عمر وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله، يعني كأن بيقول لعمر هل في توبة أفضل من كده، طب أنت عايز إيه أكتر من كده، هي جادت بنفسها لله تبارك وتعالى. فأردنا بس تصحيح الكلمة وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله. الباب التالي هو باب في الصلاة على الطفل. رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أيضا قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. قال المحقق في ذلك هذا ضعيف منكر، هذا ضعيف منكر. فبيذكر هنا باب في الصلاة على الطفل. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ولده إبراهيم لما مات، وكان ابن 18 شهرا كما تقول عائشة رضي الله عنها. يعلق على ذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة على ولده لأنه قد استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه، كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليه. يعني بعض أهل العلم بيوجه ذلك الكلام، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأولون ذلك أنه ترك الصلاة على إبراهيم لأنه قد استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة. والعلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان منشغلا بصلاة الكسوف، كان قد انشغل بصلاة الكسوف، وقيل المعنى أنه لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره وقيل أنه لم يصل عليه في جماعة، وقد ورد منه قد صلى عليه، وقد ورد في بعض الروايات قد صلى عليه. نعلم أن الطفل أيضا يصلى عليه، ولعلنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة السقط يا ترى هيصلى عليه ولا لا، وقلنا اختلاف العلماء، لكن بالنسبة للطفل يصلى عليه وقلنا نعلم أيضا ذلك من فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما صلوا على أم كلثوم بنت علي وعلى ولدها وكان صبيا، فقدموا ذلك الولد وكانت المرأة إلى القبلة أقرب إلى القبلة. وإن الصلاة على الطفل طبعا قلنا متى استهل يبقى حيصلى على ذلك الطفل، متى استهل يبقى حيصلى، قلنا لأن الاستهلال معناها استقرار الحياة، وبينا أن مسألة الاستهلال يستهل صارخا ده بيبقى دي علامة على الحياة أو أي علامة أخرى، قلنا كأنه بالضبط كده يعني هذا الطفل بكى عندما يعني ولد بكى أو كانت عنده حركة في أعضائه، بدي دلالة على استقرار الحياة. فعلى ذلك قلنا الكلام ده بيبقى كلام هام على أساس بتترتب عليه أحكام، وإن أن في فرق كده لما يبقى الطفل يولد ثم يموت ويولد ميتا، فرق ما بينهم قلنا في مسألة التوريث، يبقى في مسألة التوريث يبقى لو ولد ميتا يبقى نقول على ذلك لا يورث، لو ولد واستهل صارخا قلنا للحظة طويلة جدا ثم مات يبقى ده أساسا حيورث، وبالتالي ننظر إلى ورث ذلك الولد، وعلى ذلك متى استهل يبقى حيصلى على ذلك الغلام. وذكر البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يصلي على ولد إبراهيم يبقى كان هذا التأويل ذكره الإمام الخطابي رحمه الله. قالوا أيضا بالإضافة أنه كان قد انشغل بصلاة الكسوف، وطبعا معلوم أن البعض قال أن الشمس كسفت من أجل إبراهيم، يبقى كسفت من أجل إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة، فافزعوا إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. ونذكر أن النبي
صلى الله عليه وسلم يعني بيهتم بتصحيح العقيدة، يهتم بتصحيح عقيدة الناس. قلنا الآن ده صورة ممكن من صور التلاعب، ممكن الإنسان يحب ذلك الأمر. والله كان الجو مثلا في أمطار غزيرة، ولما فلان مات فالجنازة سكتت المطر تماما، كأن كرامة لذلك الإنسان أو لا علاقة بذلك الأمر. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما أن احنا نضع الأمور في نصابها. ولذلك قال الشمس قال آيات من آيات الله، يعني لا ينكسف لموت أحد ولا حياته، ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. ثم ذكر باب آخر وهو باب الصلاة على الجنازة في المسجد، باب الصلاة على الجنازة في المسجد. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها وتقسم بربها سبحانه وتعالى والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. كذلك في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه، سهيل وأخيه. وذكر أبو داود رحمه الله رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وهي اللفظ أساسا فلا شيء له، بديه لفظ أساسا، لكن هناك اللفظ بيعتمدها العلماء قالوا لا شيء له. فبيذكر هنا باب الصلاة على الجنازة في المسجد، باب الصلاة على الجنازة في المسجد. البعض كده بيمنع من الصلاة على الجنازة في المسجد، وإن الجنازة لا تدخل إلى المسجد، لا تدخل إلى المسجد. ولما هيصلي عليها يبقى بعد مثلا لو كان توقيت صلاة يبقى هنصلي الصلاة ثم نخرج ونصلي على الجنازة خارج المسجد. لكن عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد. لذلك عقد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة الصلاة على الجنازة في المسجد. ففي هذه الأحاديث يستدل على مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد. وطبعا ده قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. وذكروا أن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد. يبقى معنى الكلام يبقى ده كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنه. ودايما كده يعني معلوم أن الصحابة رضي الله عنها ما كانت تسكت على منكر، لو في أمر مغاير للسنة ما كانش الصحابة أبدا يسكتون على ذلك، سواء صدر من أبي بكر أو من عمر. قلنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبينون المسألة، ومعلوم أن أبا بكر الصديق أو عمر أو الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يقبلون تلك الأحكام. يبقى على ذلك يبقى عمر صلى على بكر في المسجد، وصهيب رضي الله عنه صلى على عمر في المسجد، وبالتالي قال ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. ولو الأمر أساسا غير مشروع ما فعلته الصحابة رضي الله عنه، ولو أخطأ أحد الصحابة لبينوا له ذلك الخطأ. قلنا لأن أبو بكر عمر رضي الله عنه صلى عليه، وطبعا بحضور جمع غفير من الصحابة، وصهيب صلى على عمر رضي الله عنه أيضا هناك جمع غفير من الصحابة، فلم ينكروا ذلك الأمر. الإضافة إلى هذه الروايات الثابتة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تبين لنا مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وأخيه في المسجد. أما الرواية في قول أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قلنا طبعا ده تؤيد الكلام، لكن هي اللفظة أساسا فلا شيء له، فلا شيء له. يا ترى لا شيء له أي لا أجر له على ذلك؟ ومعلوم أن الإنسان لو صلى على جنازة رجع من الأجر بقيراط كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما بيّن. فالعلماء يحملون تلك اللفظة فلا شيء له أي لا شيء للمصلي من زيادة الفضل، يبقى فلا شيء له يعني ما فيش زيادة فضل، يعني صلي في المسجد أو خارج المسجد
فحمل علماء هذه اللفظة على ذلك، قالوا معنى الكلام لا شيء للمصلي من زيادة الفضل في أداء صلاة الجنازة في المسجد، بل المسجد وغيره في هذا سواء، مفيش أفضلية. يبقى لما نيجي نقول أيهما أفضل، نصلي على الجنازة في المسجد ولا خارج المسجد؟ يا ترى صلاتنا على الجنازة في داخل المسجد أفضل ولا صلاتنا على الجنازة خارج المسجد أفضل؟ نقول يعني هذه الأماكن تتساوي، الأماكن دي تتساوي، صلينا على الجنازة داخل المسجد، صلينا على الجنازة خارج المسجد، نقول الأجر واحد، لا أفضلية للبقعة في هذه المسألة. أدي معنى كلام العلماء، وحملوا هذا الكلام بناء على فعل الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم على الجنائز في المسجد، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وعلى أخيه في المسجد كما تقول عائشة رضي الله عنها. ولذلك أقسمت عائشة رضي الله عنها تأكيدا لذلك الأمر. يبقى كلمة فلا شيء عليه مش المقصود به فلا شيء له من الأجر، قلنا لأن طبعا لا شيء له من الأجر، وكيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك الجنائز في المسجد. يبقى عشان كده العلماء يؤولون هذه الكلمة معناها فلا شيء له، أي فلا شيء زائد على هذا الأجر، لأنه ليس هناك أفضلية للصلاة على الجنازة في المسجد دون غيرها من الأماكن. قال وقد ثبت أن أبو بكر وعمر صلي عليهما في المسجد، علم أن عامة المهاجرين والأنصار شاهدوا الصلاة على أبي بكر وعمر، ففي تركهم هذا الإنكار دليل على جوازه، لأن ده الصحابة كما بينا لا يسكتون على منكر، قلنا لأن ما كانش يعني في دواعي خوف أساسا عشان يعني يأمر بذلك المعروف الذي فات أو ينهى عن ذلك المنكر الذي يفعل، كانش فيه الكلام ده، بالإضافة إن أساسا اللي حينكر عليه دول صحابة رضي الله عنهم، ونقول كانوا يتحركون مع النصوص من الكتاب والسنة، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، والأمر كان أمان واستقرار، وكانوا يقبلون ذلك النصح، بل ده أساسا يعني كان حياة الصحابة رضي الله عنهم في هذا التطبيق في مسألة الدين النصيحة، فده كان أمر مطبق عند الصحابة رضي الله عنهم. لا فرق بين الراعي والرعية، فيش فرق بين الراعي والرعية، الراعي بينصح الرعية والرعية ينصحون أيضا الراعي، والكل قابل لأحكام الرب سبحانه وتعالى. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الدفن عند طلوع الشمس. قال باب الدفن عند طلوع الشمس، ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات، قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا أو نقبر فيهن موتانا أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال. يذكر هنا عقبة بن عامر رضي الله عنه هذه الرواية التي ترجم لها أبو داود رحمه الله في باب الدفن عند طلوع الشمس. وطبعا تعرضنا لهذه الرواية قبل ذلك لما كنا نتكلم عن الصلاة وعن الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. يبقى هنا يبقى لا ندفن الميت في هذه اللحظات، وكذلك لا نصلي في هذه اللحظات. ثم ذكر هذه الأوقات الثلاثة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يبقى لحظة الشروق كده لغاية لما ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين. قلنا الوقت ده نهى في النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يبقى لذلك يبقى ادي وقت الشروق، يبقى بننتظر كده مثلا ما يقرب من ربع ساعة، ده اللي هو بترتفع فيه الشمس قيد رمح أو رمحين، يبقى ده بداية توقيت نقول صلاة الضحى أو صلاة العيد. دايما كده في صلاة العيد يبقى بعد طلوع الشمس نقول لما ترتفع قيد رمح أو رمحين، يبقى ادي الشروق بننتظر، يعني نقول ادي ربع ساعة وأكثر من ذلك مثلا، فيبقى ده أساسا ده بداية التوقيت. الوقت ده أساسا يبقى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ذلك التوقيت. وذكرنا طبعا كلام العلماء يا ترى المقصود بها السنة المطلقة النافلة المطلقة ولا النافلة حتى المسببة، لكن طبعا بالنسبة للفريضة لا ينطبق عليها هذا الأمر، قلنا الفريضة لا ينطبق عليها هذا الأمر لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. يبقى الكلام ده التوقيت ده مش هينطبق على صلاة الفريضة، لا ينطبق على صلاة الفريضة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وكذلك كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى من أدرك العصر قبل أن من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، معناه أنه صلى العصر إمتى؟ في التوقيت ده هو، وحين تتضيف الشمس للغروب. يبقى لما قرب غروب الشمس، يعني قول قبل الغروب مثلا بربع ساعة، يبقى الوقت ده هو ده الوقت اللي هي يبقى خلاص الشمس هترحل فيه، يبقى هو ده الوقت أساسا قبل الغروب بربع ساعة. ده وصل له من أدرك ركعة العصر قبل غروب الشمس، يعني يدوبك ركعة الركعة كده والشمس غربت. يعني نقول إن هو في التوقيت هو يبقى في صلاة الفريضة خارجة من هذا الأمر، خارجة تخرج من ذلك الأمر، يبقى لا ينطبق هذا الكلام على صلاة الفريضة. فبينطبق على صلاة النافلة بقى. يا ترى النافلة بصفة عامة مطلقة ومسببة ولا مطلقة دون المسببة؟ كلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك. وبيكلم هنا أيضا على مسألة الدفن، يبقى أورد رواية هنا عشان كما ترجم الدفن عند طلوع الشمس أو نخبر فيهن موتانا، قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، قال يبقى حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وأيضا عندما تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. يبقى دي الثلاث أوقات. أبو داود رحمه الله بوب هذه الترجمة الدفن عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس أو عندما يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة لما تكون الشمس في كبد السماء في منتصف السماء، وده نقول قبل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق كده تقريبا، يبقى قبل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق. يبقى التوقيت ده أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ذلك التوقيت، وذكر أن جهنم تسجر في ذلك التوقيت، جهنم بتسجر في ذلك التوقيت كما قال كما بيّن صلى الله عليه وسلم. وذكر أن عند طلوع الشمس أو غروب الشمس يبقى كانوا يعني عبد الشيطان، كانت الشمس تغرب وتطلع بين قرني الشيطان، وأساسا هؤلاء كانوا أيضا يعني يعبدون الشيطان في ذلك التوقيت. ثم ذكر بعد ذلك رواية باب آخر، وباب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. لو كانت الجنائز بقى موجودة زي ما بنرى كده في المساجد بيبقى رجال ونساء، رجال ونساء وأطفال، يا ترى بيبقى لهم ترتيب ولا بنضع يعني نضعهم بغير ترتيب؟ طبعا ذكرنا يعني في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدفن يعني أكثر من رجل في القبر، وكان بيقدم نقول أكثرهم قرآنا، فبرضك هنا في ترتيب في مسألة أيضا الصلاة على تلك الجنائز لو كانت من رجال أو نساء. يا ترى نصلي كل جنازة منفصلة ولا ممكن نصلي على مجموع الجنائز بصلاة واحدة؟ فقال باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم. ذكر رواية عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شاهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وهريرة فقالوا هذه السنة، هذه السنة. ممكن الإنسان كده يعني برأيه وبعقله، يعني دي أمه وده ابنها، يبقى على ذلك ده صغير وهي أم يعني أم كبيرة، فعلى ذلك يوم يقدم، فظن الواحد كده أن الطفل يكون وراء، يبقى ده الظن كده. ولذلك قال فجعل الغلام مما يلي الإمام، يبقى مما يلي الإمام ذو الغلام، وبعدين المرأة، وبعدين المرأة، فيبقى المرأة كده نقول أقرب إلى القبلة، أقرب إلى القبلة، والطفل أقرب إلى الإمام. طبعا لما يبقى فيه رجال يبقى رجال زي صفوف الصلاة، رجال صبيان وبعدين نساء، رجال وعلى ذلك الصبيان وبعدين النساء. لو كان يعني صبيان ونساء يبقى نقدم الصبيان مما يلي الإمام والنساء
إلى القبلة، إلى إيه؟ أقرب إلى القبلة. لو كان والله صبيان ورجال يبقى الرجل مما يلي الإمام والصبي خلفه إلى أقرب ما يكون إلى القبلة. قال فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة، هذه السنة. يبقى ممكن الإنسان كده يعني بيعترض على بعض الأحكام لأن يرى أن الحكم ده غير مستساغ، غير مستساغ في رأيه. وده بيعلمنا أنك قبل الاعتراض انظر الأول، يعني قبل الاعتراض كده، لأن الأمر نقول أنه هو يعني كأراء أو كنظر يعني غير مقبول. يقول لك لا، احنا في الدين مش والله بيقبل بقى بالذوق وغير ذلك، لا، لنا مصادر أساسية. رجع الكلام ده إلى المصادر، إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وبالتالي احنا يعني نحذر ان احنا نتقدم بقول أو فعل على الكتاب والسنة. ودايما كان آية بتوقف الإنسان، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فننتبه كده أن احنا لا نتقدم لا بقول ولا بفعل. قلنا حتى لو كان الأمر وكأننا نرى كده من الرأي، الرأي يكون في كذا، أنت لا تقوم بحتى نطق الكلام ده إلا بعد ما نرجع إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. قلنا مسألة القياس دي يعني في الأحكام متأخرة، والله أدي النص من الكتاب والسنة، أدي الإجماع، أدي القياس، أدي القياس. يبقى ده أساسا أدي الرأي. ولذلك إحنا دائما نقول يعني لا اجتهاد مع النص، أي لا رأي مع النصوص، يعني لا اجتهاد مع النص، مش هتجتهد في المسألة مع وجود النص. لازم نبحث أولا عن النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى قبل ما تفعل الفعل، قبل ما تتكلم، ارجع للسنة، ارجع للسنة. لأن يعني ممكن أساسا الإنسان يتكلم بأمر بدعي أو يفعل فعلة بدعية ويظن أن ده أساسا لا ده هو بالقياس كده شايفة أنها من السنة. أقول لك لا، خلي بالك قبل ما تبدأ تتكلم أو تفعل، يبقى ارجع دايما للنصوص. ولذلك احنا نذكر دوما بما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، قال باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. لازم يبقى لنا مصادر أساسا، مصادرنا الكتاب والسنة، مصادرنا الكتاب والسنة. نقول والله لو ما فيش بقى نصوص، ما فيش إجماع، يبقى هنشوف مسألة القياس، القياس هنشوف والله ده هذا فرع إن كان مشترك في علة مع أصل، أو نجيب أقرب طبعا حكم الأحكام قريبة من ذلك الأمر، لكن أساسا ما نتقدمش. لذلك قالوا هذه السنة، هذه السنة. وقال في ذلك، قال المنذري رحمه الله، أم كلثوم هذه هي بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنها هو زيد الأكبر ابن عمر بن الخطاب. وكان مات هو أم كلثوم بنت علي في وقت واحد، ولم يدر أيهما مات أولا، فلم يورث أحدهما من الآخر، فلم يورث أحدهما من الآخر. يعني مات هو أمه في لحظة واحدة، في وقت واحد، وما عرفوش من الأسبق، من الأسبق. وبالتالي في هذا الأمر يبقى هنقطع كده الميراث، لا الولد يرث من أمه ولا الأم ترث من ابنها. لذلك احنا بتبقى من مسائل الهامة، قلنا لما بتحدث يعني حادثة يقول مات الرجل والمرأة، مات الرجل والمرأة، أول سؤال بنسأله مين الأسبق في الموت، مين الأسبق؟ يعني نقول والله ده ما حدش بينتبه لكده، مع انه بيترتب عليه احكام، ترتب عليه احكام. ان كده ان احنا اساسا هنجهل من اللي مات، الذي مات اولا، يبقى المراه لا ترث من الزوج ولا الزوج ده يرث من المراه. لكن نقول ان ايه، المراه ماتت قبل الزوج، يبقى هو له الحق ان يرث فيها، ده هو لحظه ومات بعدها، او هو مات قبلها بلحظه، يبقى على ذلك ده مات قبلها بلحظه، وعلى ذلك يبقى هي ترث منه، ترث منه. قلنا الان الجزء بتاعها هنشوف بعد كده مين الورثه. يبقى امرأة دي أساسا لها حق وبعد ذلك ماتت، يبقى الورثة ورثة المرأة دي هم الذين يرثون ذلك. يبقى ده كلها أساسا مسائل شرعية، مسائل شرعية. يقول والله الرجل مات وزوجته وأولاده، فلذلك نقول من الأسبق، من الأسبق في الموت، ولا ده لي حق أساسا، يبقى الذي مات من بعده هو الذي يرث، أما الذي مات أولا فإنه لا يرث. فلما نجهل الأمر مين اللي مات أولا، يبقى في الحالة ديت يبقى لا نورث يعني احد من احد، يبقى خلاص دي كده مساله نعتبر ماتوا في لحظه واحده، ان احنا جهلنا ذلك الامر. ولذلك كما يقول يعني مات في وقت واحد ولم يدر ايهما مات اولا، مين اللي مات اولا؟ ما حدش عرف. ففي الحاله دي يبقى نقول ايه؟
يعني هذا لا يرث، او الابن ده لا يرث من امه ولا الام ترث من ولدها. يبقى نقول والله ده في زوج وزوجه اختنق كده بالغاز، اختنق بالغاز، يوم ما عرفناش والله احنا يعني فوجئنا ان هم ماتوا، خلاص احنا ما عرفناش مين الاسبب. لكن لو اختنق من الغاز نقول لكن ادركناهم، فكانت مثلا هي يعني تحركت حركه، يبقى الحركه دي يبقى فيها استقرار الحياه، اما هو فنقول جثه هامده، يبقى على ذلك يبقى هي ماتت من بعده. بنستدل بكده بالحركه، قلنا حركه في اعضائها، نقول رفعت يديها ثم سقطت اليد، او بالنفس مثلا هنا ان هناك نفس، نفس ضعيف، ولكن قال الطبيب ان هو ما زال النفس موجود ثم ماتت بعد ذلك، يبقى دي هترث من زوجها. قلنا الان دي حقوق، هيترتب على ذلك مساله ايه؟ حقوق، يترتب على كده مساله حقوق. لذلك نجد ان قال لم يدر ايهما مات اولا. الشاهد من كده ان الغلام كان مما يلي الامام، وهي المراه كانت من بعده اقرب الى القبله، فلما اعترض قال وفي القوم فلان وفلان، قالوا هذه السنه، قالوا هذه السنه، ده اساسا فعل النبي، او هذه السنه، قولهم هذه السنه، يبقى معنى كده طبعا يبقى ده كنص في المساله، قول الصحابي هذه السنه، يبقى طبعا ده نص في المساله ان الصحابه لا يفتئتون على ربهم سبحانه وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، فده في حال اجتماع الجنائز من رجال ونساء، فيقدم الرجل ويقدم الصبي على المرأة. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يغسل من قتل حتى؟ بيغسل ويكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويمد لي الهدى للأحزان، يرحم على جرح يمس كياني.